بداية هنقول صباح الخير. وإحنا المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا على الـ creation myth in Egypt، سواء كانت في الفترة الـ pharaonic period أو الفترة الـ greco-roman period، وعرفنا إيه نظريات الخلق اللي اتطورت وإيه نظريات الخلق اللي كانت مش موجودة أوي أو مش ظاهرة أهميتها أوي في العصر المصري القديم، وبدأت تظهر أهميتها مع بدايات العصر اليوناني الروماني. النهاردة هنتكلم على topic مهم جدا، هو موضوع الـ Triads in Ancient Egypt. هو في البداية كده يعني إيه تريد؟ التريد هو عبارة عن مجموعة من الآلهة، خلاص بيربط بينهم رابطة معينة، وعددها يعني الآلهة دول بيبقى ثلاثة. وفكرة الآلهة أو الثالوث في مصر القديمة، في الديانة المصرية القديمة، انتشر انتشار واسع. في ناس كتير جدا أرجعت الموضوع دوت نتيجة تأثر المصري القديم بفكرة الأسرة، نتيجة ان هو دايما بيحب يكون الأسرة وشايف ان الأسرة ديت هي أساس المجتمع اللي هو بيعيش فيه. ونتيجة تأثر المصري القديم ببيئته، وده ظهر في كل مظاهر الديانة المصرية القديمة، حتى تصور ان الالهه بتوعه كل اله ليه اسره. فعلشان كده دايما بنشوف ان معظم الالهه اتكونوا في شكل ثواليس، في صوره اله ميل، وبيبقى ليه كونسرت. يعني ايه كونسرت؟ اللي هي الوايف او الزوجه، وبالظبط الزوجه بتاعته، وفي نفس الوقت الهه او اله اللي هو الثيرد ممبر. هو دوت الشكل المصري القديم أو الثالوث في الديانة المصرية القديمة. So the triad, the ancient Egyptian language defined nether or nether as the word referring to the god. اللغة المصرية القديمة كانت دايما بتصور أو بتقول على الإله كلمة نثر أو نتر. وفي نفس الوقت they formed the ancient Egyptian formed a deity of three groups or deities of three groups. Why was this shape or group? Because the ancient Egyptians were highly affected by the concept of the family, and therefore the ancient Egyptian imagined the shape of his deities or that even his deities had families like himself, and therefore the concept of the triad spread widely in ancient Egypt. يعني إيه spread widely يا شباب؟ لما قلنا spread widely دي معناها إيه؟ انتشر يعني. بالضبط، انتشر بشكل كبير. Therefore the triads usually consisted of the first member. He is usually a male. هل عندنا exceptions؟ احنا عندنا exceptions وهنشوفها مع بعض لما نتكلم على الثواليس. The second member was usually the consort or the wife, which is a female. And finally, the child god. He is the third member in the Egyptian triad, and he was usually a male. كان إله مش إلهة. بس برضو هل عندنا اختلافات؟ هل عندنا العضو الثالث ممكن في بعض الثواليس يصبح إلهة؟ عندنا، وبرضو هنشوفها مع بعض. طبعا احنا المرة اللي فاتت لما اتكلمنا في تسوع هليوبوليس وقفنا كده شوية لو انتوا فاكرين، وقلنا مش هنتكلم كتير قوي على اوزايرس وايزيس، علشان في الثواليس او في محاضرة الثواليس هيفرض ليهم كلام كتير جدا جدا. فطبعا اشهر ثالوث، اشهر ثواليس الديانة المصرية القديمة اللي هو ثالوث ايزيس وزوريس وحورس، او لو رتبناهم بشكل صحيح يبقى اوزوريس وايزيس وحورس. يبقى the first triad we will talk about is the triad of Osiris, the Osirian triad. It consists of the first member Osiris, the second member Isis, and finally the third member was Horus. تمام. والثالوث ده طبعا ارتبط بشكل كبير جدا بالملكية، لدرجة ان الملوك في مصر القديمة كان يقولك على الملك اللي هو بيحكم مصر، الملك الحالي، يقولك عليه حرعنخ. حرعنخ يعني ايه يا سنة تانية؟
الملك الحي، حورس الحي على الأرض، وبعد وفاته دايما بيمثل أو بيمتزج بالإله إيه؟ أوزوريس. So this triad was specially connected with royalty in ancient Egypt. ويعني إيه royalty؟ الملكي. الملكية. With the concept of royalty. خلاص ارتبط بالملكية. Even the living king was described in the ancient Egyptian texts as Hir'ankh, the living Horus. And after his death, he was assimilated with God Osiris, the god of the other world. ادي اوزيرس اهوت. لو اتكلمنا على اوزيرس الكلام هيطول جدا، لان طبعا زي ما قلنا اوزيرس اشهر الالهه. اسمه في المصرية القديمة يعني أساسا وزير، خلاص. وكلمة وزير أساسا ناس كتير جدا فسرتها ولها تفسيرات مختلفة، بس الأقرب للصحة إنه هو القوي، أو إن هو the seat of the eye اللي هو مكان العين، خلاص. طيب جت منين كلمة أوزيرس؟ أوزيرس هو النطق اليوناني للكلمة. أوزيرس هو النطق اليوناني للكلمة. لازم ناخد بالنا من حاجة، إن معظم الآلهة اللي احنا بننطقها حاليا، أوزيرس، أيزيس، أنوبس، أنوكس، خنوم، يعني كل الحاجات ديت عبارة عن نطق يوناني، نتيجة إن اليونانيين لما جم مصر كان صعب عليهم نطق هذه الأسماء، فحطوا لها إس تسهيلا للنطق، لأن اللغة المصرية القديمة كانت بتعتمد على الكلمات ذات المقطع الواحد، زي خنم، أست، إست، ور، حر، ما بقاش فيها مد. والجريكس اللي هما الناس الخواجات اللي جايين دول ما كانش عندهم قصة إيه الشورت فاولز دي، فعشان كده كانوا بيضيفوا إي إس تسهيلا للنطق. ده أول حاجة. إذا اسم أوزيرس أساسا في اللغة المصرية القديمة كان وزير، وناس كتير جدا فسرته زي ما قلنا ان هو القوي او مكان العين، او حتى مكان العين دوت اتفسر من قبل مؤرخين كتير زي ديدورس وبلوترك، وقالوا ان هو الشخص ذات اللي هو ليه اكتر من عين اللي يقدر يشوف كل حاجة. طيب اوزيرس اتصور ازاي؟ اوزيرس كان ليه تصويرات كتير جدا، وعادة كان بيصور بشكل انسان، ولا وماسك الرويال انساينا. يعني ايه الرويال انساينا؟ يعني الرموز الملكيه. طب هي ايه الرموز برضو الملكيه؟ ما عرفناش. شايفين معايا الصوره ديت؟ ادي عندنا اهي واحده اللي هي ده اسمه الصولجان، شايفينه سنه تانية؟ يا دكتور. تمام. وعندنا رمز تاني اسمه اللي هو دوت بيتقال عليه في اللغه المصريه الفصحى، في اللغه العربيه الفصحى يعني، بيتقال عليه المذبه. عارفين في الافلام الابيض واسود الناس اللي هي كانت بتمسك المنشه عشان يهشوا الدبان والحشرات من حواليهم، هي اساسا مصري قديم خلاص، وكانت تعتبر من ضمن الادوات اللي كانت بتستخدم كاداه من ادوات الملكيه، وفي بعض الاحيان ارتبطت طبعا ببعض الالهه. طيب هل عندنا رويال انساينا تاني؟ كان عندنا مثلا حاجات انساينا تاني مشهوره، طبعا علامه العنخ خلاص دي كانت برضو من الرويال انساينا. تمام. وعادة كان بيصور في شكل ايه؟ موميا، يعني كان ضامم رجله كده وكأنه ايه في شكل موميا ايه ملفوفة. طيب وبرده كان اوزوريس بيبقى عنده اللحية اللي هي اللحية اللي سيرمونيا البيرد، بيقول عليها دايما الذقن المستعار، ودي ظهرت برضو في بعض تماثيل الملوك، اشهرهم مثلا ايه لو انتوا فاكرين القناع، مش عارفه انتوا درستوا متحف مصري ولا لا، القناع بتاع توت عنخ امون، مش كان في سيرمونيا البيرد كده اللي هي الذقن المستعار؟ هي دي الذقن المستعار برضو صور بيها الاله ايه اوزوريس. لغايه كده مفهوم يا شباب؟ تمام يا دكتور. في بعض الأحيان بعد كده اتصور برضو أوزوريس، فكان بيصور بالتاج الأبيض اللي هو كان اسمه ايه فاكرين؟ انا مش عارفة انتوا قلته لكم ولا لا، التاج الأبيض اللي هو تاج مصر العليا، وكان في يسمى في اللغة المصرية القديمة حجت، حجت. تمام. في بعض الأحيان التاج دوت أضيف ليه ريشتين على جنب، واحدة يمين وواحدة شمال، وفي بعض الأحيان الأخرى كان بيتحط هنا فوق كده قرص الشمس. في هذه الحالة لما يبقى تاج أبيض حواليه رشتين وفوقيه قرص الشمس، كان بيسمى هذا التاج بالتاج الأوزيري،
ليه التاج الأوزيري؟ لأن التاج الأوزيري دوت هو اللي ظهر بشكل خاص جدا مع أوزوريس، هو ظهر بشكل خاص جدا مع الإله أوزوريس. تمام، إذن أوزوريس صور في شكل موميا ماسكة الرويال إنساينا، الحقا اللي هو الصولجان، والصولجان دوت بيطلق عليه في اللغة المصرية القديمة حقا، وبيصور برضو بحاجة تانية اسمها المذبة اللي هي المنشة اللي منهش بيها الحشرات المختلفة، والأداة ديت كانت بتسمى في اللغة المصرية القديمة نخخ. يبقى هو ماسك حاجتين، لو قلناهم كده باللغة المصرية القديمة كانت اسمها ايه؟ واحدة اسمها حقا اللي هو الصولجان، والتانية اسمها نخخ خلاص اللي هي المذبة، ولابس او في تحت دقنه كده السيرمونيال بيرد، ولابس التاج. التاج اللي هو عادة بيظهر بيه هو التاج الأبيض خلاص بتاع مصر السفل العليا، وكان بيسمى في اللغة المصرية القديمة باسم حجت. في بعض الأحيان بعد كده مع تطور الفن بدأ يظهر نوع كده أنواع من التاج الأبيض، حوالين على اليمين وعلى الشمال رشتين، وفي إيه قرص الشمس. وفي هذه الحالة هذا التاج يسمى بالتاج الأوزيري أو تاج الأطف الخاص بالإله أوزوريس، في بعض الأحيان اسمه تاج الأطف، أطف كرام، ده التاج الإيه؟ الأوزيري الخاص بالإله أوزوريس. ماشي يا شباب. اللون كتير جدا من في بعض الأحيان البشرة بتاعت أوزوريس كانت بتصور باللون الأخضر. اشمعنى اللون الأخضر؟ اللي هو إله الخصوبة أو كذا. أيوة بالظبط، إله الخصوبة وإله النيل، لأن ودي ناس كتير ما تعرفهاش إن الإله أوزوريس الأسطورة بتاعته امتزجت بشكل خاص جدا بنهر النيل. انتوا عارفين طبعا اسطوره اوزوريس، حتى لو ما درستوهاش يعني سمعتوا على الاقل عنها، ان هو اوزوريس ست قتله واترمى في النهر واتقطعت اجزائه ومش عارفه ايه، وبعدين احيا تاني واصبح اله الموتى، عارفين القصه دي. فقصه موت اوزوريس واعاده بعثه مره اخرى ربطها المصريين بفيضان النيل وانحسار فيضان النيل سنويا. تمام، فدايما السايكل بتاعه النايل قالك عليها النايل سايكل اللي هي دوره مياه نهر النيل، هي هو شافها المصري القديم في ديانته ان هي نفس الاوزايرن سايكل. لما بيجي الفيضان كانوا بيحتفلوا ببعث اوزوريس مره اخرى، وقت الانحسار ده كانوا شايفينه ان هو فتره قتل اوزوريس واختفائه من الحياه. ماشي يا شباب، فعشان كده البشره بتاعته خدت اللون الايه، خدت اللون الاخضر، وده كان السبب. طيب هل ظهر بألوان تانية؟ اه، هو ظهر في بعض الأحيان ببشرته باللون الأسود. ليه اللون الأسود؟ دلالة على إيه؟ الأسود دلالة على إيه يا شباب؟ هو أنوبيس اللي هو ابن آوة اللي بيقعد على المقبرة حامي المقبرة كان بيصور باللون الأسود، إذن كده دلالة على إيه؟ على الموت على والموت. الموت، على الموت، هو لون الحداد خلاص. فطب ليه اوزوريس والاسود؟ لان اوزوريس كان حاكم العالم السفلي، هو بعد ما انتصر على ست قرر ان هو بعد كده يصبح the king of the realm of the deceased، هو اصبح يعني اختار ان هو يصبح حاكم الايه المملكه، مملكه الموتى. ماشي يا شباب، لغايه كده مفهوم؟ تمام. طيب كويس جدا. طيب يبقى after talking about the name or the nomination of the god we should talk about his iconography. Iconography يعني تصوير. We should talk about his iconography. Iconography. Osiris was usually depicted in the form of a man taking the mummified shape. Taking the mummified shape and crossing his hands on his chest. يعني بيحط ايده بشكل كده متقاطع مع بعضه على صدره، crossing his hands on his chest and holding in both hands the royal insignia which were ايه بقى. Here we can find the حقا خلاص، the royal scepter اللي هو الصولجان، and the نخخ. حقا and نخخ were one two of the sacred royal insignia in ancient Egypt. Also here, he is sometimes wearing the white crown of Upper Egypt.
and the white crown of Upper Egypt was called in the ancient Egyptian language as Hijit. After that, this crown was flanked on both sides with two feathers. It was flanked on both sides with two feathers and sometimes topped with a sun disk or a solar disk. Topped يعني كانت فوق الحجت يعني. And in that case, this composite shape, the hijit, the white crown of Upper Egypt, the two feathers, and sometimes the solar sun disk, this is a certain shape of crowns found in ancient Egypt, and this crown was called the Atef crown, Atef crown, and this is the Osirian crown, because this crown was especially connected with God Osiris. Concerning the color of his skin, two main colors were connected to God Osiris. The first one is a green. Yes, green. Excellent. Green. And green refers to the fertility, of the Nile in special. Why? Because Osiris is the god of the Nile. And the Osirian cycle, the Osirian myth, myth يعني أسطورة, M-Y-T-H, the Osirian myth, his death, his rebirth once again, was especially connected with the cycle of the Nile flood. In other words, the ancient Egyptian imagined that the Osirian cycle is the same, the cycle of his Nile flood. ماشي شباب؟ لغاية كده مفهوم؟ تمام يا دكتور. اه يا دكتور. In other cases, the skin of Osiris was colored in black, referring to the realm of the other world. Realm يعني مملكة, مكان. To the realm of the other world, because he was the god of the deceased. And according to the Osirian myth, أسطورة, Osirian myth, M-Y-T-H, Osiris after became victorious over his brother Seth, he chose to be the king of the other world, and therefore his color of the skin became black. ادي فين اوزايرس هنا شايفينه؟ اهو اوزايرس اهوت قاعد خلاص ماسك الرويال انساينا وبلون بشرته اخضر, وادي الاتف كراون وشكل الموميا نفس الشكل اللي احنا ايه شرحناه. طيب دي محاكمة المتوفى او محاكمة الموت. الحقيقة انت كجايد مهم جدا ان انت تعرف بعض الاساطير اللي هي تعتبر ماستر بيسز في الديانة المصرية القديمة وحتى في الديانة اليوناني الروماني. يعني في حاجات كده معينة دايما بتتكرر في شرح التماثيل, في شرح بعض مناظر المعابد. فقصة الجادمنت اوف اوزايرس او محاكمة المتوفى من الاساطير المهمة جدا جدا اللي لازم انت تعرفها ايه كجايد. طيب قبل ما نتكلم على محاكمة المتوفى لازم نعرف هو ايه دخل اوزايرس في محاكمة المتوفى. اذا هو كان ليه دور. الحقيقة اوزايرس كان ليه ادوار كتير جدا. اولهم هو كان اله الحكمة, وزي ما قلنا قبل كده هو الجاد اوف ذا نايل سايكل, اله الزراعة واله الفيضان واله نهر النيل, لدرجة ان هو وصف في كتير جدا من النصوص بان هو الذي علم الناس فن الزراعة, هو اللي علمهم يزرعوا ازاي. ده في بعض النصوص النصوص القديمة, يعني نصوص تقريبا اعتقد البيراميد تكست هي اللي ذكرت هذا النص. بالاضافة لكده زي ما قلنا ان هو كان اله الريزركشن. اوزايرس برضو بعد كده في العصر اليوناني الروماني حصل امتزاج ما بين الديانة المصرية القديمة والديانة اليونانية الرومانية, لدرجة ان يعني في الهة كتير مصري امتزجت مع الهة يوناني, وخصوصا اللي هم يعني ايه الشهيرين جدا او اللي كان لهم شهرة, عشان من كتر ما المصريين واليونانيين بدأوا يمتزجوا مع بعض. دايما بنقول ايه ان اي جنسية هي تتمصر, ومصريين ما يتأغرقوش الا يعني قلة وفي حاجات بسيطة قوي, لكن دايما مصر بنقول هي البوتقة اللي بتنصهر فيها كافة الحضارات. فأوزايرس
في الديانة المصرية القديمة مع العصر اليوناني الروماني، امتزج مع إله شهير جدا اللي هو إله اسمه إيه بقى؟ اسمه ديونوسوس، اسمه إله يوناني اسمه إيه يا شباب؟ ديونوسوس. ديونوسوس دوت كان إله الخمر، كان إله الخلود. وإيه الصفة المشتركة؟ دايما بنقول أساس الامتزاج ما بين الآلهة المصري والآلهة اليوناني دايما بيبقى من خلال الوظيفة وليس من خلال الشكل. ليه؟ ليه مش من خلال لأنهم ما الشكل؟ كانوش بيعملوا بأشكال حيوانات أو بالظبط أشكال غير آدمية. بالظبط كده بالظبط، لأن هما فعلا المصريين كان عندهم التصوير الشكل الحيواني، فبالمنطق استحالة شوية إن هما يلاقوا صفة مشتركة ما بين الآلهة المصرية والآلهة اليونانية قايمة على الشكل. هما أكتر كان بيعتمدوا على التقرب الوظيفي، إن أوزيرس في بعض النصوص ذكر إن هو إله للخمر وإله للزراعة وإله للخلود، وديونيسوس كان إله الأبدية والخلود والإترنتي والكلام ده كله، فقال لك آه ديونيسوس هو إيه؟ أوزيرس. So before talking about the judgment of the judgment of the dead, we should mention the different functions of Osiris. As we said before, Osiris was the god of the Nile inundation, and he was also the god of agriculture. In the ancient Egyptian texts, especially the pyramid text, Osiris was described to be the one who taught people agriculture. He was the one who taught people agriculture. هو اللي علم الناس الزراعة. تمام. Osiris was also the god of the other world, and also he was assimilated with. يعني ايه assimilated with؟ يعني امتزج. He was assimilated with the Greek god Dionysus, the god of wine, fertility, الخصوبة, god of wine اللي هو النبيت, fertility, الخصوبة, and god of eternity, الخلود, because of sharing similar function between the Egyptian god Osiris and also the Greek god Dionysus. ده بالنسبة للوظيفة. يبقى أنا لغاية دلوقتي اتكلمت على اسم أوزيرس، شكل أوزيرس، والفانكشن بتاعت أوزيرس. الجادجمنت بتاعت أوزيرس أو محاكمة أوزوريس هستأذنكم ثانية واحدة بس يا شباب. ذكرت في النص أو السبل أو التعويذة رقم 125 من كتاب الموتى. هو يعني إيه كتاب الموتى؟ إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت كده، قلنا حاجة مهمة، قلنا إن إحنا عندنا نصوص دينية أقدمهم كانت فين؟ أقدم النصوص الدينية كانت موجودة في هرم أناس وتسمت نصوص الأسرة الخمسة. بالظبط، الأسرة الخمسة. تمام، very good. في الأسرة الخمسة في هرم أناس، ودي اتسمت نصوص الأهرام. بعد كده هذه النصوص كتبت على جدران التوابيت وأصبحت اسمها نصوص التوابيت. التوابيت بعد كده في عصر الدولة الحديثة أصبحت بتكتب أو بتنقش أو يعني بترسم على البردي، زي ما احنا شايفين هنا ورقة بردي. على فكرة هي ورقة بردي طويلة جداً، يعني ادخلوا كده اكتبوا البريتش ميوزيوم جادجمنت اوف اوزايرس او ذا جادجمنت اوف سكرايب حونفر، هتلاقوها واخده طول الحيطه نفسها، برده كبيره جدا. وفي هذه الحاله تتسمى بوك اوف ذا ديد، خلاص كتاب الموتى. وكتاب الموتى بيبقى متقسم لعدد من التعويذ، يعني يقول لك التعويذه الاولى، التعويذه الثانيه، التعويذه الثالثه، وهكذا. طيب الجادجمنت بتاعت اوزايرس ديت موجوده في انهي تعويذه؟ موجوده بشكل مصور وبشكل كامل في التعويذه رقم 125. اوزايرس دايما بيصور هنا ان هو في قاعه محاكمه المتوفى، تمام، وقاعد في الكانوبي بتاعه، دي ذا هول اوف جاستس اللي هي القاعه بتاعه المحاكمه، وهو بيرأس هذه القاعة بشكله المعتاد، لابس برضو بشكل موميا، و
الجسد او اللون بتاعه اخضر وماسك الحقاء نخخ ولابس القطف كراون. تمام. طيب وراه مين؟ كم واحدة؟ كم إلهة؟ اتنين، هما اتنين، ركزوا كده معايا صح؟ مش هما اتنين؟ اه يا دكتور. طيب الاتنين دول هما عبارة عن إيزيس ونفتيس. طب أنا عرفت منين إن هما إيزيس ونفتيس؟ شايفين الإلهة ديت فوق راسها شكل كده عامل زي كرسي العرش، تمام؟ الكرسي دوت بيتسمى في اللغة المصرية القديمة ست، اللي هو الكرسي ده سيت، وده الاسم اللي كان بيستخدم أو العلامة اللي كانت بتستخدم لكتابة اسم الإلهة إيزيس. الإلهة اللي جنبها اللي هي دي فوق راسها، شايفين اللي فوق راسها ده؟ دي علامة في اللغة المصرية القديمة اسمها نبت حوت، سيدة المعبد، وده اسم الإلهة نفتيس. نبت حوت سيدة المعبد، وده اسم الإلهة نفتيس. يبقى دلوقتي أوزايرس ده في التعويذة رقم 125 من كتاب الموتى، وفي الجادجمنت بتاعت السكرايب الكاتب حونفر في الأسرة 19 محفوظ حتى الآن في المتحف البريطاني، بنلاقي أوزوريس بنفس هيئته ووراه الإلهتين الحاميتين اللي هي إيزيس ونفتيس. وإحنا عندنا كم إلهة حامية في مصر في الديانة المصرية القديمة؟ أربعة. أربعة، اللي هما كانوا مين؟ إيزيس نفتيس. ها ها يا شباب، نيت أن سلقت أو سرقت، both are correct. وقلنا حتى تصويرهم دايما كانوا بيحموا المقبرة، وده في بعض الأحيان ظهروا في شكل مجنح أو إن هما بيرفعوا دراعهم كده في الأركان الأربعة من التابوت، زي مثلا الكانوبي بتاع توت عنخ آمون أحد مقتنيات المتحف المصري، أحد يعني التريجري بتاع توت عنخ آمون. يبقى هو هنا وراه إلهتين حاميتين ارتبطوا بيه بشكل خاص، اللي هي إلهة إيزيس والإلهة نفتيس. طيب قدامه شايفين إيه؟ في زهرة إيه؟ في زهرة اللوتس، وفوقيها اللوتس. بالظبط كده، وفيها أربع آلهة واقفين صح؟ في أربع آلهة كده إيه واقفين. دول الأربع آلهة أبناء حورس الأربعة، هم أبناء حورس الأربعة، أبناء حورس الأربعة اللي وضع تحت حمايتهم الأواني الكنوبية اللي هي أواني الأحشاء. في فترة التحنيط كان بيتم تفريغ الجسم من كافة أعضائه، وبعد كده بيتم وضع هذه الأحشاء المختلفة داخل أواني بتسمى خطأ الأواني الكنوبية، هي ملهاش علاقة بمدينة كانوب، بس هم علشان لقوا في مدينة كانوب اللي هي في أحد الآثار الغارقة دلوقتي أواني شبيهة بيها، فالعلماء المصريين الأوائل سموا الأواني دي أواني كانوبية نسبة لمدينة كانوب. لكن بنقرر تاني تصحيحا بس للمعلومة، هم مش أواني كانوبية وليس لهم علاقة بمدينة كانوب، هو التسمية الأفضل إن هم أواني أحشاء، وهم الأواني الخاصة بأبناء حورس الإيه؟ الأربعة، وهم واقفين هنا على زهرة اللوتس. طيب هم الأواني الأحشاء دول هم مين بالظبط؟ إحنا جايبين لكم أهيت شكل أوضح شوية للفور سانس أوف حورس، خلاص دي موجودة على واجهة أحد المقابر. هم بيبقوا أربعة، إمستي خلاص ده بيبقى على شكل إنسان برأس بشر، وده مخصص لحماية الليفر الكبد. هابي، وقلنا إن هو اسمه هابي لأن هابي هابي هو إله النيل، هابي اللي هو ده تمام، مخصص لحماية the lungs الرئتين، تمام، علشان يرجعوا سليم تاني بعد كده في العالم الآخر، إن الإنسان يقدر يتنفس فيهم بشكل كويس. يبقى أنا عندي هنا إيمستي برأس إنسان لحماية الكبد، هابي برأس قرد خلاص لحماية اللانكس، دواموت إف خلاص، دواموت إف اللي هو ذا جاكل هيدد، هو هنا المفروض مكرر الإيمستي مرتين بس هو المفروض بيبقى بشكل صقر، يعني في الصورة كده أوضح، معلش صورة تانية عشان متتلخبطوش. أيوه أهو دواموت إف اللي هو بشكل جاكل، شايفينه؟ to guard the stomach
to guard the stomach. دوامود اف ده برأس ابن اوى لحمايه الايه، لحمايه المعده او الامعاء بشكل خاص. وفي النهايه عندنا اخر واحد اللي هو قبح سمو اف، وقبح سمو اف دوت مهم لحمايه ايه بقى، الانتستمنتس. ايه هي الانتستمنتس؟ اللي هي الاحشاء الداخليه. تمام، يبقى احنا عرفنا مين هم الفور سانز اوف هورس. ادي اواني كنوبيه اهي، او اواني احشاء. تمام، ادي امستي هيومن هيدد تو جارد ذا ليفر، هابي نوت هابي خلاص، اند نوت هيب، هيب اللي هو ابس بول، اتس هابي، هابي از اب هيدد تو جارد ذا لانجز. دوامود اف جاكل هيدد تو جارد ذا ستومك، اند قبح سنو اف فالكون هيدد تو جارد ذا انتستينز. مفهوم يا شباب؟ لغايه كده مفهوم؟ تمام يا دكتور. طيب تمام يا دكتور، هنرجع تاني للصوره. سو احنا عندنا اوزايرس قاعد جالس على العرش خلاص، في اللي هي بنقول عليها يعني ايه، مكان كده اسمه كانوبي، او يعني زي ايه، حته كده يتقال عليها في اللغه المصريه القديمه، او في اللغه العربيه قصدي، مظله. تمام، ووراه الهتين حاميتين، وقدامه اللوتس، وقدامه ابناء حورس الاربعه اللي احنا ايه قلنا عليه. وادي حورس اهو ليدنج المتوفى. وعلى فكره المتوفى هنا ظهر مرتين، مره بقياده حورس، حورس هنا بشكل انسان براس صقر، ومره ثانيه حورس او المتوفى is led by Anubis. Anubis اللي هو guardian of the tomb، نقول عليه حامي الجبانه. وهنا ظهر بانسان براس ابن اوى، دايما بياخد اللون الاسود لان هو حامي الجبانه. ماشي يا شباب، اجت كده مفهوم؟ تمام يا دكتور. بعد كده هنلاقي هنا ادي الميزان اهو، خلاص الميزان، وفوقيه كده زخرفه لماعت اللي هي الالهه ماعت، الهه العداله. تمام، ريشه ماعت، انا قلت عليها ريشه ماعت اللي هي ريشه العداله. وانوبيس بيوزن بقى الميزان كده بشكل معين. وادي هنا ايه، شايفين ايه ده؟ ده علامه القلب في اللغه المصريه القديمه، وكانت بتنطق ايب. القلب في اللغه المصريه القديمه هي كانت عباره كده شكل انيه كده معينه، وكانت بتنطق ان هي ايه، ايب. والناحيه الثانيه ريشه الماعت اللي هي ريشه العداله. وانوبيس بيوزن، وادي شايفين الشخص، شايفين الشكل الخرافي ده، شايفينه الشكل الخرافي دوت، هو عبارة عن شكل خرافي مش شكل حقيقي، لأن هو بيتكون من رأس تمساح، والجزء السفلي من جسده عبارة عن شكل أسد، والجزء العلوي بياخد شكل الهيبو أو الهيبوباتامس، سوري الجزء العلوي بياخد شكل أسد، والجزء السفلي بياخد شكل الهيبو. فهو عبارة عن شكل خرافي، يعني إيه، ملهوش إيه، ملهوش أساسا يعني وجود. لكن هو يسمى في اللغه المصريه القديمه عمعم او عميت. الحيوان العمعم دوت هو احد الصور الحيوانيه او الصور الحيوانيه المقدسه للاله ست، الى الشر، ودايما كان بيشوف الميزان. والنصوص كانت بتقول ان الانسان لو كفته مش راكحه والقلب بتاعه كفته مش راكحه، اذا هو انسان سيء، فبالتالي العمعم ايه، هي ايه، هيلتهم هذا المتوفى، يبقى عقابه ان العمعم دوت ايه، هيلتهمه خلاص. وطبعا تحط هنا اله جحوتي، اله جحوتي دوت هو اله الحكمه عند المصريين. الاله جحوتي صور او كان ليه صورتين، يعني كشكلين حيوانيين مهمين جدا. اول حاجه اللي هو الشكل ده، ده شكل طائر، عارفين ابو قردان، ابو قردان صديق الفلاح، شكل الايبس، هو اسمه طائر الايبس خلاص. ده كان احد الصور الحيوانيه للاله تحت، اله الحكمه، اله المعرفه، كان دايما بيبقى ماسك سكرول كده وبيكتب خلاص. الكتبه كانوا بيوضعوا تحت حمايه هذا الاله. وفي بعض الاحيان كان بيصور في شكل بابون، القرد بابون هي احد فصائل القرد الافريقي. بجد كده مفهوم يا شباب؟ يبقى احنا عرفنا كلهم قاعدين ازاي او مين هم دول خلاص.
تمام يا دكتورة. ماشي. دول ويقال ان السطر اللي فوق دول هم عبارة عن آلهة، يعني في ناس قالت ان هم آلهة للأقاليم المختلفة، في ناس قالت ان هم يعني آلهة كده تبع العالم الآخر، مش هندخل يعني في تفاصيلهم كتير عشان ما تبقاش صعب عليكم، وهم بيحضروا محاكمة أوزيرس. ماشي، أتمنى تكونوا فهمتوها بالعربي عشان قبل ما نقولها بالإنجلش تبقى مفهومة. يبقى here we are in front of one of the most important shapes or myth of Osiris or myth in the ancient Egyptian religion, which is the myth of Osiris, the judgment of the deceased. Osiris here is depicted seated on the throne, on his throne, with his traditional shape as a mummified figure, crossing his hands on his chest, holding both the hiqa and the nekhikh, the scepter and the flail, and also with his ceremonial beard, his the skin is colored in green, and wearing the Atef crown, which is the Osirian crown. It's the upper crown of upper Egypt, called Hedjet in the ancient Egyptian language, flanked by two feathers and sometimes topped by the sun disk. Behind him, we can find two deities, two goddesses. The first one is Isis, and here she appears as a complete woman. Over her head, we can find the sign of her name, which is called Set. Beside the Set refers to the royal seat, the royal crown. As for this woman, she is Nephthys. And how do we know that she is Nephthys? Because of the name of her name is depicted over her head. It's Nebethut. So here we can find two women, two deities, female deities, two protective deities, Isis and Nephthys, Aset and Nebethut. Their hieroglyphic signs are placed over their heads. It's worth to mention that we have four protective deities in ancient Egyptian religion. خلاص، we have Isis, Nephthys, Neith, and Sirqut. Isis, Nephthys, Neith, and Sirqut or Silqut. They were sometimes depicted in the four corners, protecting the four corners or of the sarcophagi or the canopy of the deceased king. And we have an example of this in the treasury of Tutankhamun. In front of Osiris, we can find the lotus, and over the lotus, we can find four creatures are standing. Who are these four creatures? The four creatures are the four sons of Horus. They are four gods. They are protecting the different organs of the deceased after mummification. The different organs were placed in four jars, wrongly known as canopic jars, but they had nothing to do with Canopus, the ancient city overlooking the Mediterranean Sea. They are only jars protecting or containing the internal organs. يعني ايه internal organs؟ الأحشاء الداخلية، الأعضاء الداخلية. The internal organs of the deceased after mummification. And they are mainly four: Emisti, human-headed, to guard the liver; Happy, ab-headed, to guard the lungs; Duwamut-F, jackal-headed, to guard the stomach; Qibh-Sunu-F, falcon-headed, to guard the intestines. In front of the deceased, we can find that the scene is divided into two registers. Register يعني صف. السين في بعض أحيان في مصر القديمة سواء مقابر أو معابد أو حتى برديات بيتقسم ساعات لإيه صفين بالعرض إطار. So this part of the scene is divided into two registers. The upper register represents different deities. Of the other words, they are witnessing the judgment of the deceased. And the lower register, we can find that the deceased is depicted twice. The first time he is led by Anubis, Inipu. Who is Anubis or Inipu? He is here depicted in the form of a jackal-headed deity.
and in some cases he was depicted in the form of a complete jackal. الجاكل في مصر القديمة يعني يقال ان هو يعني شبه الديب كده، او اقرب على فكرة للسلعوة، لان الديابة عادة بتبقى موجودة حوالين المقابر. So and this is his skin is always depicted in black referring to the other world. In the other side the deceased was also led by Horus and here he is depicted as a falcon headed deity. In the central part of the lower register, we can find an opus once again as a jackal-headed deity, and he is balancing the balance. In the two parts of the balance, we can find the heart of the deceased. The heart of the deceased, or the heart in general, was called in the ancient Egyptian language as Eep. And in the other side, we can find the feather of justice. The feather of justice was called Ma'at. And here, goddess Ma'at, the goddess of justice, إلهة العدالة, is depicted over her head. We can find the feather of Ma'at. And beside Anubis here, we can find a mythological creature. This mythological creature is called Am'am, or Amit, Am'am. Who is Am'am? Am'am is a mythological creature having the head of a crocodile, the upper part of a lion, and the lower part of a hippo. And according to the ancient Egyptian texts, the person who is attested to be a bad person in this judgment, اللي هيثبت ان هو شخص سيء, the person, the deceased who is attested to be a bad person in this judgment, he would be devoured. He would be attacked by this mythological creature. دي أحد المناظر الموجودة في المعابد, خصوصا مثلا معبد فيلة. عندنا أول ميثولوجي أو أول أسطورة إحنا شرحناها خاصة بأوزوريس اللي هي محاكمة الموتى أو المتوفى, والحقيقة ديت الأسطورة دي مهمة جدا إن أنت تعرفها. عندنا أسطورة برضو تانية مهمة إن أنت تعرفها اللي هي أسطورة إيه بقى؟ أسطورة بعث أوزوريس نفسه. أي إيه اللي حصل؟ إيه هو ليه القصة الكبيرة دي؟ هو الحقيقة الأسطورة وصفت بشكل مفصل من قبل المؤرخ بلوترك, هو مؤرخ يوناني, هو اللي جمع الأسطورة وقال تفاصيلها كتير جدا جدا من النصوص المصرية القديمة, بدأ يعني ايه يسردها كده. وقال لك بتقول ايه بقى الحدوتة. الحدوتة بتقول ان أوزوريس في البداية خالص تم قتله من قبل الإله او اخوه ست. ست اصبح هو إله الشر على فكرة. فست كان غيران من الإله أوزوريس. نتيجة أن الإله أوزوريس هو بقى كان إله الخير وإله النهر النيل وإله اللي علم الناس الزراعة, فأكيد كان محبوب. فهو قرر أن هو يخون أخوه ويعمل مؤامرة لقتل أخيه, وأن هو يحط أخوه دوت في جست في تابوت ويرميه بنهر النيل. فست يعني عمل كده حفلة أو ميتينج ودعا إليها أوزوريس وقال له اتفضل كده ايه كل واحد من الضيوف يجرب الشست او التابوت دوت. فأوزايرس دخل التابوت, واول ما دخل التابوت راح ست قافل عليه وراح رميه في النيل. ودايما الجريمة ديت اللي هي جريمة بقى ان هو ست حط أوزوريس في التابوت كانت دايما بيتم الاحتفال بيها او يتم تخليد ذكرها في يوم 17 من شهر هاتور في السنين القبطية. الشهور القبطية هي الشهور المصرية على فكرة, يعني الأسامي حتى القبطية هاتور وبشنس وكياك دي أساسها الشهور المصرية القديمة. تمام. بعد كده الكوفن دوت يقال انه هو قعد يعني اترمى كده لغاية ما وصل لمنطقة ايه بيبلوس اللي هي منطقة بابل أو جوبيل في منطقة إيه لبنان أو بلاد الشام في سوريا. خلاص. ويقال إن فوق الكوفن دوت a sycamore tree was planted. يقال إن فوق الكوفن, شايفين حتى تفسيرة الكوفن, وإن فوقيها كان في sycamore tree اللي هي شجرة الجميس. شجرة الجميس كانت شجرة مقدسة للإله مين؟ حد يعرف؟ حد كده ليه اهتمام بالديانة شوية؟
شجرة السيكامير تري أو شجرة الجميز كانت من أهم الأشجار اللي موجودة في مصر القديمة، ولغاية دلوقتي شجرة الجميز دي مصري، يعني الشجرة دي من الأشجار المصرية المعروفة، وكانت مرتبطة بالإلهة حتحور، وكانت مرتبطة بالإلهة حتحور. خليكم فاكرين الاسم دوت كويس، عشان الإلهة حتحور هتظهر بعد كده معانا كتير جدا، لأن هي من الآلهة المصرية المهمة جدا أو الآلهات المصريات المهمة جدا. خلاص، يبقى لغايه دلوقتي ست قتل اخوه وحطه في تابوت، هو ما قتلوش، هو حطه في التابوت، تمام، والتابوت فضل ماشي 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 لغايه ما وصل لمنطقه جوبيل اللي هي بيبلوس، تمام، وفوق هذا التابوت نمت شجره الجنيس اللي هي كانت مرتبطه بالالهه ايه؟ بالالهه حتحور. بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ايزيس طبعا زوجته واخته في نفس الوقت، ونفتيس اللي هي نبت حوت، وعشان كده دايما ايزيس ونفتيس بيظهروا بشكل كتير، لان نفتيس كان لها دور ان هي كانت بتدور على مع ايزيس على التابوت الخاص بزوجها. فضلوا يجوبوا البلاد شرقا وشمالا وجنوبا بمساعدة الاله تحت جحوتي، باعتباره ان هو اله الحكمة، كانوا عايزين يستفيدوا من الحكمة بتاعته، لغاية ما وصلوا قدروا يوصلوا لمنطقة ايه؟ جوبيل، وعرفوا ان المكان هناك، وفعلا ايزيس قدرت تاخد التابوت بتاع زوجها وخبته سيكريتلي في منطقة اسمها ايه؟ منطقة ده كل ده النص خلاص بيقول ان هي خبته، خبت تابوت زوجها في منطقة اسمها بوتو، بوتو اللي هو تل الفراعين كفر الشيخ. طيب اشمعنى بوتو اللي هي تل الفراعين كفر الشيخ؟ لان بوتو هي مركز الرئيسي لعبادة الاله ايزيس، يعني الكهنة عملوا القصة بحيث ان هو يربط لك مراكز العبادة بتاعت كل اله، تمام؟ لغاية كده مفهوم يا شباب؟ اه يا دكتور، طيب معلش انتوا خدوها كده كحدوتة صباحية يعني، ماشي؟ اوزايرس طبعا كان حي، يعني هو لغاية دلوقتي ما ماتش، هو مجرد كان في التابوت، تمام. فايزيس خدته هي ونفتيس وتحط، كل دول خدوه وراحوا حاطينه فين؟ مراجعينه تاني سيكريتلي طبعا من ورا ايه؟ ست، في منطقه بوتو تل الفراعين كفر الشيخ، ودي منطقه موجوده في الدلتا، وكانت معروفه بحاجه اسمها احراش الدلتا. سمعتوا عن الكلمه دي قبل كده؟ احراش الدلتا ديت اللي هي الاماكن اللي بيبقى فيها زرع كده، يعني اهل القرى يقول لك عليها بي 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 بيطلع شيطاني، خلاص. فهم خبوه في المكان ده، وإيزيس عاشت مع زوجها أوزوريس وخلفوا أو أنجبوا حورس، خلاص، وأنجبوا حورس دايما، حتى يقال لك إن حورس was born in the marshes of the Delta، إن هو تم، يعني إن هو تزوجوا وخلفوا حورس دوت في أحراش الدلتا في منطقة بوتو اللي هو تل الفرعي كفر الشيخ. بعد كده إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ست اكتشف مكان وجود أخوه، واستشاط ست غيظا وقال لك لا، انا كده ما ينفعش بقى، هو انا حطيته في التابوت يرجع لي تاني، وكمان يقعد ويتجوز ويخلف، وانا ناقصه علشان هو يجيب لي كمان طفل. فمن هنا بقى جت فكرة تقطيع جسد اوزوريس، يعني نصوص بقى كتير جدا، في فيرجنز عندنا كتير، في ناس تقول لك 14، في ناس تقول لك 24، بس هو ايه؟ اتقطع لكذا جزء واترمى كل جزء فين، وكل الاجزاء في النهر، يعني وكل حتى مدينة يقال ان هي ايه كانت وصلت لها جزء من اجزاء الاله اوزوريس. لكن القصة بتقول ايه؟ القصة بتقول ايه؟ ان اساسا هو رمى اجزاء اوزوريس المتناثرة في النهر علشان الكروكودايلز او التماسيح تاكله، لكن على حسب ما بتقول القصة ان التماسيح رفضت تاكله وخافت ان هي تلمس جسد اوزوريس الايه؟ المقدس. بعد كده ايزيس بقوتها السحرية، لان ايزيس كانت الهة للسحر، تمام، والسحر كان بيلعب دور مهم جدا في مصر، يعني حتى القرآن ذكر لنا ان يعني كان في سحر كبير وكهنة فرعون وكده، فالسحر كان بيلعب دور كبير جدا مهم، ودايما كان بي 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 يعني بي بينظر لإله ايزيس ان هي إلهة للسحر. قدرت ان هي تجمع الجسد بتاع اوزوريس برضه بمساعدة نفتيس، وبعد كده بعد إعادة بعثه خلاص هو كده اتقطع، ده انحسار نهر النيل، اتجمع تاني واعاد تاني للحياة، ده الفيضان. فاهمين بقى الرابطة دي جت ازاي؟ ان هو انحسر خلاص عن طريق قتله وتقطيع جسده ورميه في النهر،
ده انحصار نهر النيل. لما جمعت الأجزاء تاني ده كان وقت الإيه؟ وقت الفيضان. ماشي يا شباب، لغاية كده مفهوم؟ تمام. بعد كده، بعد البعث مرة أخرى، أوزوريس اتهم ست إن هو اللي قتله، وحصلت محاكمة للإله ست، وست تم تجريمه زي ما قلنا، وأصبح أوزوريس هو ملك مصر، وأصبحت إيزيس الزوجة الوفية هي اللي بتصحبه على ملك مصر. لكن أوزوريس رفض وقال إن هو عايز يبقى أكتر إله للعالم الإيه؟ الآخر. طيب، أوزوريس راح العالم الآخر في هذه الفترة من الأسطورة، قال لك إن ست هو اللي حكم، ست هو اللي إيه؟ اللي حكم البلاد. ماشي. لما ست حكم البلاد، وقفت القصة بقى شوية، لغاية ما حورس بدأ يشد حيله ويشد حيله ويشد حيله، لغاية ما بقى إيه؟ شاب. وحصلت ميثولوجي تانية أو قصة تانية، اللي هي قصة الصراع ما بين حورس وست، قصة الصراع ما بين حورس وست. لغاية كده مفهوم؟ أيوة يا دكتور. طيب، يبقى the second myth which is connected to God Osiris is the myth of Osiris itself. According to Plutarch, the Greek historian, he said that Osiris was killed by his brother Set. Set was jealous from his brother. Set, the evil god, was jealous from his brother. And therefore he arranged a conspiracy. يعني ايه conspiracy؟ مؤامرة. مؤامرة، بالظبط مؤامرة. كده. Very good. He set a conspiracy to kill his brother. He made a party or a meeting and invited all the gods. And every guest had to try a certain canopy or a certain sarcophagus. As soon as Osiris tried the sarcophagus, Set and his friends closed the sarcophagi and threw it into the Nile. The sarcophagi threw or was threw as far as Byblos, خلاص. And on this canopy, the sycamore tree planted over it, and the sycamore tree, as we said before, is the symbol of goddess Hathor. And sometimes she was called the sycamore tree goddess. Isis, the faithful sister and also a wife, with her sister Nephthys, and with the assistance with the wisdom god Thoth, searched for Osiris everywhere in Egypt till they found him at the canopy of Osiris in Byblos, and they succeeded in gaining it back, and they settled in Butu. It's a place in lower Egypt, اللي هي تل الفراعين كفر الشيخ. And they gave birth to Horus. Set knew that his brother is still alive, and therefore he became very angry once again. He killed him and cut his body into different pieces, and these pieces were thrown in the Nile to be eaten by the crocodiles. However, the myth say that the crocodiles were very scared to eat the different parts of Osiris. Finally, Isis, with her powers of magic, could recollect the parts of Osiris with the assistance of Nephthys, her sister, and Osiris became once again alive. And the rebirth of Osiris, as we said before, became specially connected with the Nile cycle in ancient Egypt. After that, Osiris became the king of Egypt, and Isis became the faithful wife accompanying the king of Egypt, and the different deities condemned Set. يعني ايه condemned؟ يعني ان هم انبوه وان هم جرموه. However, Osiris decided to be the god of the other world, and Set became the king of the world. After that, Horus grew up, and the combat or the struggle, the famous struggle between Horus and his uncle Set appeared once again. ده شكل مثلا لأوزيرس، ده موجود في معبد فيلة على شكل طائر كده معين اسمه طائر الباء، flanked by both Isis and Nephthys. خلاص. وهنا هابي، شايفين هابي وهو بيصب المية من إنائين، إناء للشمال وإناء للجنوب،
شايفين يا شباب المنظر ده؟ ده موجود في معبد إيزيس في فيلة. ده أول عضو من أعضاء الثالوث الأوزيري. تاني واحد اللي هي إيزيس، زي ما قلنا قبل كده إن إيزيس اسمها في اللغة المصرية القديمة اسمه أست، إشارة لهذا الإيه؟ هذه العلامة اللي كانت بتستخدم لكتابة اسمها، وكانت بتصور عادة في شكل سيدة لابسة هذه العلامة. في بعض الأحيان كده البسيطة كانت بتحب تلبس التاج الحتحوري، خلاص اللي هو ده تاج الحتحوري اللي هو قرص الشمس بين قرني بقرة، ده برضو كان أحد التيجان المحببة للإلهة إيه؟ إيزيس. إذا إيزيس كان لها كذا، يعني هي كانت بتحب تلبس تيجان كتير جدا، تنوع يعني تغير فيهم، فهي كانت ممكن تلبس العلامة بتاعة اسمها، وممكن تلبس قرص الشمس بين قرني بقرة، وأساسا اسمه التاج الحتحوري. ليه؟ لأن حتحور بتاعة السيكمر تري بتاعة شجرة الجميز اللي احنا اتكلمنا عنها أساسا كان متصور في كتير من الأحيان في شكل بقرة، عشان كده التاج بتاعها هو قرني البقرة ما بين قرص الشمس. تمام، ده الأشكال بتاعة إيزيس. هل إيزيس كان ليها أشكال تانية؟ طبعا كان ليها أشكال تانية وكان ليها وظائف تانية. طبعا إيزيس في بعض الأحيان خدت شكل الفالتشر اللي هو أنثى العقاب، وعلشان كده كانت في بعض الأحيان بتلبس الفالتشر هيدرس، هو عبارة عن كده يعني شكل العقاب او جلد العقاب او الشكل بتاع العقاب فوق راسها. في بعض الاحيان الاخرى كانت بتلبس الدبل كراون اوف ابر اند لور ايجيبت. المشكله دبل كراون، فاكرين احنا قلنا عليه اسمه ايه؟ سخمتي، القوتان، المنتمي للقوتان ابر اند لور ايجيبت. ايزيس لها اشكال تانية؟ طبعا ايزيس صورت في شكل سكوربيون، ايزيس صورت في شكل بقره، ايزيس اتصورت في بعض الاحيان في شكل اسد، في شكل هيبو، في شكل سنيك، يعني كان ليها أشكال كتير جدا جدا للإلهة إيه؟ إيزيس. So Isis was called in the ancient Egyptian language as Aset and the Greeks pronounced this word as Isis. Isis was depicted in the form of a woman wearing her hieroglyphic sign, the sign of her name which was called Aset. And sometimes she was also appeared wearing different other crowns, especially the Hathor crown, the crown of Hathor, which was the solar disk between two horns. In other cases, she was depicted wearing the double crown, Sekhemti, the one who belongs to the two powers, Upper and Lower Egypt. Other cases, she was depicted wearing the vulture headdress. Have we any animal, sacred animals for goddess Isis? Yes, we have, for example, the cow, the vulture, the scorpion, the snake. All of these are sacred symbols for goddess Isis. احد الرموز الخاصه جدا بالالهه ايزيس هي العلامه ديت او الاداه دي اسمها سيسترو، خلاص. هي الستروم ديت بيبقى فيها كده، شايفين الحلقات اللي فيها معدن دي؟ شايفينها؟ شخشيخة كده، زي الشخشيخة بيتقال عليها ايه؟ صلاصل باللغة العربية الفصحى، كده تلاقوها في الكتب الكلاسيكية او يقولك عليها صلاصل، خلاص. هي بتسمى في اللغة المصرية القديمة باسم الساشا ست، خلاص، عشان كده جت كلمة سيستروم. ودي كانت بتستخدم في الاحتفالات المختلفة، خاصة في احتفالات كل من إيزيس وحتحور. لكن بما ان إيزيس وحتحور كده كان في ما بينهم صداقة وعلاقة قوية وتشابه في الوظائف، فالسيستروم كانت بتظهر مع حتحور وبرضو كانت بتظهر مع الإلهة إيه؟ إيزيس. عندنا برضو أداة مهمة جدا ارتبطت بالإلهة إيزيس، حاجة اسمها السيتولة، شايفينها؟ السيتولة ديت هي عبارة عن آنية صغيرة، يقال إن هي كانت بيوضع فيها المياه المقدسة لنهر النيل، إن هي كانت خاصة جدا بالإلهة إيزيس، وكان بيوضع فيها أو بيرسم عليها حاجات كده مرتبطة بالعقيدة بتاعتها أو الميثولوجي بتاعتها. So Isis, we have two sacred symbols for goddess Isis. We have the sistrum. The sistrum was a musical instrument. Okay, it was called in the ancient Egyptian language as Sesheset. This sistrum, while shaking with it,
it sounds a very big sound or a very high sound with high vibrations, and it was used in the different religious festivals of Isis and Hathor. And we have also another very important symbol, which is the situla. It's a small shape or a small jug or a jar, which was sacred for goddess Isis, probably to preserve the sacred waters of the Nile, and its surface is decorated with different shapes of the myth of Osiris. As we said before, طبعاً, the main cult center of أول primitive cult center of Osiris, Isis. إحنا قلنا اللي هو المكان اللي هي خبت فيه تابوت إيزيس كان فين؟ اللي هي بوتو، منطقة بوتو تل الفرعين كفر الشيخ. عندنا مراكز تانية لعبادة الإله إيزيس، طبعا عندنا معبد إيزيس بتاع جزيرة فيلة، ده يعتبر من أشهر مراكز عبادة الإله إيزيس. عبادة الإله إيزيس استمرت وانتشرت، هي أكتر إلهة عبدت من المصريين والأجانب، لدرجة إن إحنا عندنا معابد الإلهة إيزيس بره مصر في العصر الروماني. إيزيس امتزجت مع معظم الآلهات المصريات زي ما شفنا حتحور، الإلهة سخمت، الإلهة نوت، وامتزجت برضو مع آلهات اليونانية بشكل كبير جدا زي أفروديت إلهة الجمال، ديميتر إلهة الزراعة. تمام، يبقى the cult of goddess Isis spread widely in ancient Egypt and even during the Greek Roman period. She was assimilated with، يعني إيه assimilated with؟ يعني امتزجت with the Greek، بالضبط، the Greek deities such as Aphrodite and Demeter and almost all Egyptian deities such as Hathor, Sekhmet and different other deities. Here for example Isis here is depicted wearing the Hathori crown, the sun disk between two horns, and she is here nursing her small infant Horus, because Isis was the goddess of motherhood. هي إلهة الأمومة. She was the goddess of magic. As we said before, she succeeded in recollecting the bodily parts of Osiris. She was also the goddess of healing, إلهة شفية, because she healed the eye of Horus when it was plugged out by Set. عين هورس اتفقعت لما أثناء كان الحرب ما بينه وما بين ست، وهي اللي عالجت عين هورس، فهي كانت أصبحت إلهة للتداوي. She was also the goddess of the Nile and a protective deity. Protective يعني إيه؟ يعني إلهة للقوة أو للحماية. طيب آخر واحد هنتكلم عنه النهاردة هو الإله حورس، وهو العضو الثالث من الثالوث، أشهر الثواليس مصر القديمة. دايما بنقول إن هو ارتبط بشكل كبير جدا جدا بالملكية، زي ما قلنا إن هو بيوصف إن هو حورس الحي على الأرض. وحورس ليه أشكال كتير، ويعني يطول شرح الكلام عن حورس، لأن حورس أصلا ليه أشكال كتير كإله. يعني إحنا عندنا مثلا حير باغرد اللي هو حورس الطفل، عندنا حير شائف حورس على بحيرته، عندنا حير ور حورس العظيم وبيصور في شكل صقر كامل. فإحنا عندنا أشكال كتير جدا في الديانة المصرية القديمة لحورس. تمام، وامتزج الإله حورس مع الإله اليوناني أبولو. طبعا أبولو أكيد مش هيتصور بشكل صقر، بس أبولو كان إله للشفاء وإله للنبوءة، ودي أحد الوظائف للإله حورس، بالإضافة لكونه حامي الملكية في مصر. So the third type or the third member of the Osirian triad is Horus. He was called in the ancient Egyptian language as Her. His cult appeared as early the pre-dynastic period. يعني عبادته موجودة في عصر ما قبل الأسرات، and continued to the Greek-Roman times. We have different shapes of Horus. Sometimes Horus was depicted in the form of a falcon, a man or a small child with his finger at his mouth. يعني كطفل صغير أو رضيع اللي هو هيرباغيرت، Horus the child. And he was also sometimes depicted in the form of a complete falcon. For example, this one. This is the golden head of Horus with the two feathers اللي هما الشوتي feathers. And this is found in the Egyptian Museum of Cairo. أدي شكل برضو غريب جدا لحورس، as a Horus as a falcon headed crocodile. This is Horus, yes, this is Horus, one of the rare shapes of God Horus.
صراع بقى حورس وست، ده مصور في معبد إدفو. قبل ما نتكلم على الجزئية دي هنقول إن هورس was the god of the sky، هو إله السماء، and therefore he was sometimes called the lord of the sky. ارتبط بالعقيدة الشمسية في مصر؟ ارتبط بالعقيدة الشمسية، عشان كده احنا عندنا شكل من اشكال الاله هورس اسمه رع حر اختي، رع حر اختي، هو امتزاج هورس مع الاله رع. رع حر اختي يعني حورس ورع الذين في الافق. So Horus was also associated with the solar cult in ancient Egypt. He was assimilated with the Ra and they formed Ra Hor Akhti, Ra and Horus in the sky. And he was also the guardian of the living king on earth. The myth or the conflict between Horus and Set is one of the most celebrated myths in ancient Egypt. الصراع ما بين حورس وست ده كان من أكتر الحاجات اللي تم الاحتفال بيها، وده على فكرة موجود في معبد إدفو. ليه؟ لأن هو الصراع ما بين الخير والشر، القضية الأساسية بتاعت الإنسان إن هو قوة شريرة بتصارع قوة خيرة، فعلشان كده اكتسبت هذه القصة أهمية كبيرة جدا. أنا دايما بحب أقف عند الحاجات اللي تهمك كمرشد. السينس دي موجودة، السينس بتاعت أسطورة حورس وست دي صورت بشكل كامل على الجدار الخارجي لمعبد إدفو. خليكم فاكرين الكلمة ديت علشان إن شاء الله بإذن الله ربنا يديكم الصحة طول العمر. السنة الجاية لما تدرسوا معابد تبقوا عارفين إن في إدفو اتصورت أسطورة حورس وست على الجدار الخارجي بتاع المعبد. الجدار الخارجي بتاع المعبد كان مقسم لثلاث صفوف. الصف اللي فوق كان بيمثل مناظر تقدمة عادية، اللي هي إن أنا بعمل تقدمة أو أوفرينجز للآلهة، والمنظر بقى اللي في النص، الصف اللي في النص دوت كان فيه تقريبا 60 منظر. كان فيه كام يا سنة تانية؟ 60 منظر، 60 منظر ورا بعض، يعني منظر بيؤدي المنظر بيؤدي المنظر وهكذا. علشان كده دايما في سكولرز بيقولك عليهم ان ده اول شكل مصور لمسرحية، يعني هم بيعملوا تصوير كأنه كده ايه، عارفين الكرتون، يعني هم بيعملوا شكل مصور لقصة خلاص من خلال 60 منظر بتوع الصراع ما بين حورس وست اللي موجودين في الإطار اللي في النص للجدار الخارجي بتاع جدار خارجي المحيط بمعبد إدفو الذي يرجع للعصر البطلمي. خلاص أول حتى منظر بيفتتح تحط كأن هو اللي بيفتتح المسرحية، وآخر منظر هو أسطورة إيه الصراع في النهاية، إيه انتصار بقى حورس على الإله ست. ماشي شباب، يبقى إيزيس حورس، the most important myth of Horus is his struggle or the combat between Horus and Thoth. And this was pictorially represented. يعني إيه pictorially represented؟ في وضع الانتصار يعني. لا pictorially represented يعني اتصورت بشكل صورة، يعني أنا صورتها في شكل مصور. On the enclosure wall surrounding Edfu temple. And as we said, this enclosure wall, the scenes are divided into three registers. The upper one represents offering scene. The middle register is divided into how many scenes? 60 scenes running from the north to the south. And they are also representing the complete version of the mythology or the struggle between Horus and Set. هنقف عند هنا خلاص، انا شايفاكم تعبتوا. اوكي يا شباب، حد عنده اي اسئله؟ لا يا خلاص احنا كده خلصنا اول جزء اللي هو الترايد بتاع اوزايرس. معلش هو دايما كده ايه بياخد وقت شويه مننا علشان يعني بيبقى فيه تفاصيل كتير. بعد كده ان شاء الله نجري شويه على بقيه الترايدز، واشوفكم المره الجايه على الف خير باذن الله في الكليه ان شاء الله. المره الجايه على فكره استعدوا، حاولوا تذاكروا الجزء ده كويس جدا علشان هيبقى عندنا اكتيفيتيز، يعني هيبقى عندنا اول اكتيفيتي لينا في جوه المحاضره.